اسم الصفة ديالك. هشام العمراني، لو جيرون ديال مجموعة مكتبات فضالة اللي كتواجد بدرب الشباب، بدرب الشباب العالية، وليبريري بابيتري موليير اللي كتواجد بشارع الجاحظ الوفاء المحمدية. الاستعدادات ديالكم اللي كتقوموا بها؟ الاستعدادات كباقي السنوات، يعني بالنسبة للاستعدادات اللوازم المدرسية والمقررات كتبقى عادية كباقي السنوات. اللي استثنائي هذه السنة هو بحكم الكوفيد 19، أنه ارتئينا أن نقسم أن الزبائن يتوافدوا علينا بالمكتبة، أن خصصنا لا ليفريزون ادوميسيل. هذه العملية اللي تقريبا بدينا فيها من شهر 7، والحمد لله لقت واحد الإقبال من طرف الزبائن. اللي بهذه المناسبة كنوجه لهم واحد النداء، أنه ماشي ضروري هذا العام، هذه السنة بالضبط، ماشي ضروري أنه يمشي للمكتبة، المكتبة تجي حتى لعند. واش كاين شي تغيير في المقررات؟ بالنسبة للمقررات ديال هذه السنة، الدخول المدرسي 2020-2021، كاين واحد في المستوى الخامس والمستوى السادس، التغيير كاين على مستوى 4 ديال المواد: الاجتماعيات، النشاط العلمي، والرياضيات، واللغة العربية. ولكن راه بداو الطبعات بداو كيخرج، يعني انا ما كنظن من هنا لبدايه الموسم الدراسي غادي يكونوا المقررات متوفرين. يعني عندنا ليكول، عندنا زبانه بما يخص الميسيون، وعندنا لي بريفي، وعندنا التعليم العمومي. بالنسبه لنا حنا المكتبات بجوج كيتوفروا يعني على الكتب واللوازم لجميع المستويات وجميع المدارس. كنبغيو نقولوا للزبناء ديالنا باننا مستعدين اننا نوفروا جميع المقررات في جميع المستويات، وغادي نمشيو مع لا كوموند دو ا جوسكا زيت. احنا دابا الطاقم كي قلت لك بحكم هذا العام انه استثنائي، يعني خصصنا، يعني كاين طاقم اللي كيستقبل الزبناء يعني في عين المكان، وكاين واحد الطاقم اللي هو متخصص في لي ميديا، يعني كنخدموا على الفيسبوك، لا سوشيال ميديا، وعن طريق الخدمات الواتساب اللي هي راه متاحه بالنسبه للزبائن عن طريق الاشهارات اللي كنقوموا بها. يعني هذا العام انا كنظن ماشي ضروري ان الانسان ان الزبناء يجيو حتى للمكتبه، يكفي انه يبعث لينا. بالنسبه للناس ديال المحمدي، احنا كنتوفروا على لي ليست ديال المدارس كامله ديال الاقليم ديال المحمديه، يعني يكفي انه يرسل لنا اسم المؤسسه والمستوى والاسم والنسب والعنوان، والطاقم ديالنا يعني كيتواصل معه عبر الهاتف، وكيحدد ليه اليوم اللي غادي توصلوا الطلبيه ديالو. هادو مثلا كما كتشوفوا طلبيات لبعض الزبناء اللي هما ما كيقتصروش غير على مدينه المحمديه. حنا كي قلت لك يعني حنا كنخدموا لا ليفريزون ادوميسيل، يعني حنا الطلبيات كانوا جاونا من خارج مدينه المحمديه، خصوصا الرباط، مدينه الرباط، جانا من تماره، من بوزنيقه، من سليمان، وحتى خارج كاع مناطق جاونا، يعني حتى من تطوان، من طنجه، يعني جاونا دي ليس وليفرينا لهم، مشاو يعني عن طريق يعني امانه ولا 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 وسيله ديال 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 النقل، وتوصلوا بها الناس. يعني ما حنا الطلبيه ممكن نقدر نقول لك الا وصلتنا الطلبيه عن طريق الهاتف ولا الواتساب، ما كتجاوز المده ديالها 48 ساعه وكتكون عنده الطلبيه في المنزل ديالو. بالنسبه لمدينه المحمديه، راه الطلبيه توصل عند الزبائن ما تعداش 24 ساعه. يعني كنقول لهم مرحبا بكم، كيف ما متعودين، يعني مرحبا بكم في مكتبه فضاله، يعني الناس اللي كتسكن في العاليه مرحبا بها في مكتبه فضاله في شارع عبد الكريم الخطابي. وبالنسبه للزبائن اللي هما في المحمديه، كي كنقول المحمديه السفلى،
انهم مرحبا بهم في مكتبه وراقه موليير اللي كتواجد في الحي الوفا.